بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج. عظم الله جورنا وأجوركم باستشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة عليها السلام. مع الأسف الشديد، كثير من الأزواج حتى من باب المزاح يهدد زوجته بالطلاق وأنه يتزوج من أخرى، بأنه لا يجمع بين اثنين، لا أطلقك وأتزوج عليك، أو أنه يهددها بالزواج الثاني ويجعلها كالمطلقة في البيت، يتركها ويهملها. حتى من باب المزاح أصبح هذا الحديث. أما إذا كان عصبي وكانت مشكلة حقيقية، لا، يتطور الكلام إلى التهديد الفعلي ويقوم بطردها من البيت، وأهلها يأتون يأخذونها في بيتهم ويقوم بإهمالها في بيت أهلها لشهرين وثلاثة وستة أشهر إلى غير ذلك. كلمة الطلاق مع الأسف الشديد أصبحت ظاهرة عند الكثير من المتزوجين، حتى من باب المزاح يقول بأني أتزوج وأقوم بطلاقك أو سأطلقك. ونجد أن هذه الكلمة فيها أذية للمؤمن، والله سبحانه وتعالى حرم أذية المؤمن ولو بكلمة. وبما أن المرأة ريحانة فإنها تتأذى ضعفين بل آلاف الأضعاف عندما أنت تستهين بها بهذه الصورة، تقوم ببيعها بسهولة بهذه الصورة، تبيع العشرة، تبيع الوفاء، تبيع المواقف، تبيع هذا التعب كل زوجتك في لحظات وتقوم بطلاقها. أو حتى من باب المزاح، فإن هذا المزاح يجرح كثيراً، وهذا يدخل في باب أذية المؤمن. والنبي صلى الله عليه وآله يقول: من آذى مؤمن فقد آذاني ولو بكلمة، ومن آذاني فقد آذى الله، ورب كلمة أوقفتك بباب الجنة 100 عام. تستحق دخول الجنة بس ما تدخلها لأنك أذيت فلان وجرحته في مشاعره. مع الأسف اليوم نحن نعيش أيام فاطمة عليها السلام، الأيام الفاطمية، كما يقول علماؤنا الأعلام: إن الذي يمر على الضوء لابد أن يقتبس من نوره شيئا. اليوم المتزوجون عليهم أن يقتبسوا من هذا الضوء العظيم لفاطمة عليها السلام، من هذا الضوء العظيم لعلي عليه السلام، في كيف كانوا يعيشون، كيف كان يحب بعضهم يعني بعضهما البعض. علي بن أبي طالب عليه السلام الذي لم يجرح فاطمة عليها السلام ولو بأي كلمة ولو بأي تصرف، علي عليه السلام الذي إذا رأى فاطمة متعبة كنس البيت ونق العدس، علي بن أبي طالب عليه السلام إذا رأى فاطمة متعبة أطعم الأطفال الحسن والحسين وزينب عليهم السلام، وقام كذلك بتطبيب فاطمة، السهر على راحة فاطمة وهي مريضة، رغم أنه خليفة للمسلمين ولديه الآلاف من المهام، ولكنه لا ينسى بيته، لا ينسى نصيب زوجته من يومه، لا ينسى نصيب زوجته من حبه، من عاطفته، من مشاعره. أين هو الموالي اليوم من المتزوجين من ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام ويدعي بأنه شيعي من شيعة علي، من محبي علي؟ أليس المحب لمن أحب مطيع؟ الإمام علي عليه السلام مرارا وتكرارا يقول لك وقال لي وقال للجميع نحن كموالين محبين له، قال: داري امرأتك في كل حال، في كل حال، في صحتها، في مرضها، في صغرها، في كبرها، في عصبيتها، في هدوئها. فقال: داري مرتك في كل حال، يصفو لك عيشك، يصفو لك عيشك. ألسنا نحن ندعي بأننا من محبي علي بن أبي طالب؟ أليس المحب لمن أحب مطيع؟ علي بن أبي طالب يقول بأن المرأة ريحانة، دير بالك عليها، هذه ليست بقهرمانة. وأنت تهددها بالطلاق على أبسط الأشياء، تهددها بالزواج الثاني على أتفه الأشياء. السؤال هو: لو كانت الزوجة هي من تملك عصمة الزواج والطلاق، هي من تملك، كم مرة لكنت قد طلقت زوجك؟ هل سوف تهددين زوجك كثيرا كما هو يهددك كثيرا بالطلاق؟ هل ستهددين زوجك
كثيرا بالطلاق كما هو يهددك كثيرا بالطلاق أم لا؟ هل ستتحملين كما هو يقول أني أتحمل من امرأتي من زوجتي كثيرا أم لا؟ ماذا يعني ستفعلين لو كان أمر الطلاق بيدك؟ ماذا ستفعلين مع زوجك؟ هل تصبرين عليه؟ هل تتحملينه؟ هل تهددينه كما يفعل أم لا؟ وكلامنا ليس عند الكل يعني، وليس الكل، وإنما البعض، إنما بعض الأزواج الذين يعني لم يفهموا الآية أبدا. إن الله سبحانه وتعالى في مضامين الآيات عندما قال بأن الله قد جعل الرجال قوامون على النساء أن يقوموا بواجب المرأة، أن يعملوا على خدمة المرأة، خدمة العيال. الرسول صلى الله عليه وآله يقول لعلي عليه السلام: يا علي، خدمة العيال، خدمة الزوجة ساعة تعادل عبادة الدهر، تعادل عبادة 9000 سنة. من خدم العيال ولم يستنكف غفر الله له ما تقدم من ذنبه، مر على الصراط كالبرق الخاطف، لا يفتح الله له ديوان، يدخله الجنة بغير حساب. خدمة العيال، ها هي معنى القيومية على النساء، ليس أن تأمرها وأن تؤذيها. فإذا كانت العصمة بيدك، هل سوف تهددين زوجك كما يهددك كثيرا بالطلاق؟ هل سوف تصبرين عليه؟ كم مرة ربما، ومنذ متى ربما أنت مطلقت يعني باللهجة العامية؟ لو كان طلاق بيدك منذ كم، وأنت كان طلقتي من زمان، طلقتي من زمان، طلقتي صراحة وثيمان لا مع ألف سلامة، منذ متى؟ يعني نحن نريد أن الزوج يعيش الدور، يعني لو كان هو في مكان المرأة ويهدد بهذه الصورة، هل يقبل بذلك؟ هل يقبل بذلك؟ مع الأسف الشديد يعني هاي جرح المشاعر. لو أنت كنت في مكانها ماذا تفعل؟ لو كانت ابنتك مكان زوجتك ماذا تفعل؟ إذا كان زوجها يهددها 24 ساعة بالطلاق، تقبل أنت؟ 24 ساعة يهددها بالزوجة الثانية، أنت كأب تقبل أنت؟ لعد ما تقبلها على بنتك، تقبلها على بنات العالم. مع الأسف، متى نكون مسلمين؟ متى نكون موالين لعلي عليه السلام؟ فلو كان الأمر بيدك وزوجك يؤذيك كثيرا، لكنت منذ متى قد قمت بطلاقه في فترة الزواج؟ وهل ستعملين كما هو يعمل، تهددينه بالطلاق دائما وأبدا لو كانت العصمة بيدك أم لا؟ وماذا ستفعلين؟ برنامج صباحات والأيامين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام. لا تنسونا من فاضلي دعواتكم، وعظم الله أجوركم مرة أخرى.